والله ده الحل الوحيد سعادتك، وإلا حركة الولاد دي هتزيد وغضبهم كمان هيزيد، ومش بعيد الاعتصام يتحول لثورة. لا ثورة، لا دي تبقى مصيبة، كله إلا الثورة. طيب قول لي يا سليمان، انت ازاي انا اقدر اتفاهم معهم؟ في ولاد من المعتصمين دول يعتبروا قرايبي انا شخصيا، انا هحاول اتصل بيهم، وفي نفس الوقت هحضر لسعادتك خطاب متوازن في اعتراف صريح بالخطأ، وفي نفس الوقت في وعد بالاصلاح من خلال خطوات محددة واضحة. بكده نقدر نعيد للجيش احترامه وللبلد هيبته. انا موافق، موافق اسلمان، بس على شرط مفيش داعي الاعتراف ده يبقى صريح قوي. يعني مش مهم يا فندم، المهم ان خطوات الاصلاح تتم وبسرعه علشان الناس تحس ان احنا بنتكلم جد مش بنهزر. وهي المساله دي فيها هزار يا سليمان؟ للاسف المساله مش هزار ابدا يا فندم، دي جد وجد قوي كمان. استاذن انا يا فندم، وعلى بكره الصبح هكون محضر لسعادتك مسوده الخطاب، نراجعه ونزعه في الاذاعه والتلفزيون. مع السلامة يا سليمان، مع السلامة. وبالرغم من تطبيق قرار حظر التجوال في كل أرجاء أربية عاصمة كربستان، إلا أن المعتصمين في ميدان الثورة هناك ما زالوا متمسكين بمواقعهم رغم حصار الجيش لهم. ننتقل الآن مشاهدينا إلى باقي الأخبار العالمية. الحكاية كده شكلها هيولع. أنا عندي اقتراح، إحنا نصدر بيان باسم اللجنة المركزية لقيادة الثورة، نعلن فيه تأييدنا الكامل للحركة الطلابية والعمالية في أربية، ونطالب فيه الشعب في كل أنحاء كربستان بالإضراب العام وعدم السكوت على التصرفات العنيفة والظالمة للطاغية العسكري الحاكم. والمنشورات دي هتوصلهم إزاي؟ نبعت مندوبين من رجالتنا لكل المدن والقرى ومعاهم نسخ من البيان ده، يوزعوه على الطلبة والعمال والفلاحين والصيادين حتى الستات في البيوت. وبالنسبة لجماعة المعتصمين في أربية هنعمل معهم إيه؟ هنبعت لهم برضو منشورات تأييد ومساندة؟ أنا متهيألي لازم الاتصال معهم يبقى عن طريق الاتصال الشخصي، لازم يحسوا إن إحنا معهم، مش هنسيبهم أبدا. وأنا متهيألي لازم نعمل رفيق قال عليه، نتصل مع قيادات العمال والطلبة وننسق معهم. طيب مين بقى اللي هيسافر لأربية ويعمل الاتصال معاهم؟ انا اللي هسافر. لا جلال، انت معروف كويس قوي للبوليس هناك والجيش والمكتب التاني، اول ما هتحط رجلك هتقبض عليك. بعدين كمان احنا محتاجينك انا يا جلال عشان تدرب الناس على السلاح الجديد. طب لو مش جلال يبقى مين اللي يسافر؟ بصراحة محتاجين حد مضمون معرفوهوش هناك وما يشكوش فيه. ايوه زي مين يعني؟ انا جاهزه. يبقى لازم تسافري بكره الصبح بدري، لازم تدخلي هناك قبل حظر التجول، يا اما مش هتعرفي تدخلي. انا هجهز عربيه وهوصلها بكره لاقرب مكان لاربيه. لا يا جلال، انت هتستنى هنا. يكون احسن برضو، اللي يروح معاك يا ابو العيله او يسليك في السكه، وفي نفس الوقت ياخد باله منك هناك. اوكي. دول اهالي امرستان ورجاله قبيله العودليه. دول بيهتفوا باسمك يا عم. حيهم يا عم، دول جايين عشانك. اخواني يا اخوانا، ما تهتفوش باسم واحد، لان مفيش حد هيقدر يعمل حاجة من غيركم. انتوا الشعب، انتوا اللي هتقدروا تعملوا، انتوا اللي هتقدروا تحققوا المعجزات، علشان كده لازم تهتفوا باسم الشعب وبس. يحيى شعب كربستان العظيم. يحيى شعب كربستان العظيم.
كده الحكاية واضحة زي الشمس. الشعب بايعك قائد للثورة يا عامر. من دلوقتي انت الزعيم بدون منافس. هنعمل ايه دلوقتي يا زعيم؟ سيبوني في حالي دلوقتي. عامر عبد الفضيل الفيصلي كلية حقوق. اهلا يا اخ عامر. وانا فضل الله. وده سميح. وده بقى الرئيس الكبير بتاعنا عرفان توفيق المر. اهلا يا اخ عرفان، سمعت عنك قبل كده، بيقولوا انك ماسك مجله الحيطه بتاعت الجامعه، كنت اتمنى ابقى معاكم. وعلى كده بتعرف تكتب؟ جربني. انت قاتل يا عرفان، انا ورايح، انت بمسكة وانا بمسكة. يا عامر انت لوحدك مش هتقدر تعمل حاجة، لكن لو حطيت ايدك في ايدي هنبقى قوة يتعمل لها الف حساب. انا قلت لك قبل كده مليون مرة، انت من سكة وانا من سكة. مالك من الظهرية محدش شافك؟ محتاج ابعد شوية. تبعد تروح فين يعني؟ اطلع معسكر الجبل. هتتخلى عن الثورة؟ انا عمري ما هتخلى عن الثورة، وانت عارف الكلام ده كويس. امال ايه اللي بيحصل؟ المركب اللي عليها رئيسين بتغرق يا عامر، مش ده كلامك برضو؟ وانت خلاص الشعب اختارك وبقيت انت الزعيم، وانا ما اقدرش اكون الرجل التاني جواه هنا، مش هقدر استحمل. عرفان انا جاي لك عشان اقولك انا محتاجك دلوقتي معايا. انت مش محتاج حد، انت من ايام الجامعة وانت مش محتاج حد. انا كنت اللي بعمل وبخطط وبنفذ، في الاخر انت اللي بتكسب يا عامر، وانا خلاص مش قادر استحمل اكتر من كده. ايه القسوة والغل اللي جواك ده؟ حورية سألتني نفس السؤال، معرفش، ربنا سبحانه وتعالى خلقني كده، هنعترض على حكم ربنا؟ انت قلتها يا عامر، قلتها قبل سنين، انت من سكة وانا من سكة. القرار اللي انت خدته ده غلط 100%، والايام هتثبت لك. انا هروح اصحيهم واترزل عليهم لحد ما يعملوا لنا حاجه ناكلها. طب هات لي معاك شاي او قهوه. حاضر. مش اخر بسرعه. ها صباح الخير يا حوريه. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ انت كنت هتمشي من غير ما اشوفك واسلم عليكي؟ طب ما انا كنت معاك لحد امبارح بالليل. ايوه انا عارف، بس هتوحشين. عامر ما تخليها نبوي. اشمعنى؟ مش عارف، صحيت النهارده الصبح حسيت ان انا نبوي. وحشك الاسم قوي. وانا كمان وحشني الاسم وصاحب. هو ابو العيله فين؟ راح يجيب لنا فطار عشان ناكله في السكه. الفطار مهم جدا انت عارفه، انا امي كانت تقولي كده،
عارفه كانت بتفطرني ايه؟ ايه؟ فول مدمس بالليمون والزيت الحار يا مفتقه. ايه مفتقه دي؟ دي اكله ايه جميله بالعسل والسمسم، تاكليها النهارده تبتدي تهضمي فيها بكره الصبح. طب ما تضحكونا معاكم ينوبكم سواء. انت داخل كده من غير ما تخبط على الباب. ما لقيت الباب مفتوح على البحر قلت ادخل يا عمي. طب قولي جبت الفطار؟ اه بس ما لقيتش قهوه، جبت شاي. مفيش مشكله، يلا عشان هنتاخر. حوريه خلي الموبايل مفتوح، عايز اطمن عليك. خليها على الله. ابو العيله خد بالك من اختك، انت المسؤول. دي في عينيا يا زعيم، بس لازم تطمن على دارة وتطمني عليها. طيب مع السلامة. بتحبيه؟ نعم؟ كنت بسألك بتحبيه؟ هو مين؟ عامر، قصدي نبوي. طب قولي ايه رأيك فيه؟ اه بصراحة بني ادم يتحب. مسيره يرجع بلده، ده بيقولوا مصر دي بعيدة جدا. عندهم في مصر مثل بيقول ايه؟ مصر ما تبعدش عن حبيب. حلو المثل ده. اه ما انا قلت كده برضو لما سمعت. طب بص قدامك وخلي بالك من الطريق. الله، انا مش قلت لك تبص قدامك وتركز في الطريق؟ عيب يا ولد، انا اختك الكبيره. يا سلام، يعني هي لو اختي الكبيره تتجوز في نفس اليوم اللي انا هتجوز فيه ده يبقى والله العظيم هنا. ولد بطل خلاص، احنا في ايه ولا في ايه؟ بس بقى خلاص حرمته والله، اسكتي بقى. احترم نفسك وبص للطريق. بس 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 بنسيه اهو. تمام يا كابتن هوريه برضه. ايه يا ديفيد؟ ايه الاخبار؟ الوضع هنا زي ما هو، والجيش مش قادر يعمل حاجه. عارف، والجنرال اخباره ايه؟ استر بلغتني انه قابل رشدي امبارح بالليل، واضح انه كان لقاء سخن قوي. ورشدي امال اخباره ايه؟ قاعد في مكتبه في قياده الجيش. طب اطلع على هناك دلوقتي. مش هتفوت على الجنرال الاول يا مستر سميث؟ لا الجنرال سيبه دلوقتي خالص، هبقى فوت عليه بعدين. اطلع يلا. وبعدين عزيز رشدي ما اتصلش لغايه دلوقتي، يقول لي ايه الاخبار؟ تحب اطلبه سعادتك؟ ازاي تطلبه ازاي؟ انا القائد الاعلى للجيش كله، اطلب قائد الجيش اقول له ايه الاخبار؟ انت اتجننت يا عزيز؟ اسف عليك. ما يصحش ما يصحش. اه طبعا ما يصحش. اطلبوا لي يا عزيز. ايوه اطلبوا، مش عشان اكلمه، عشان اهزقه انه ما سالش فيا من الصبح. اطلب يا عزيز. امري جلالك. ايوه خلاص، الجمهوري على التليفون يا فندم. كولونيل رشدي. مستر ادم، الحمد لله على السلامه، وصلت امتى؟ لسه من شويه. كولونيل التليفون يا كولونيل. قول لهم مش موجود، قول لهم مات. اسف عزيز بيه، كولونيل رشدي مش موجود. ها مستر ادم، اخبار رحلتك ايه؟ مش موجود؟ يعني ايه مش موجود؟ سعادتك مش موجود لا في البيت ولا في القياده، والموبايل بتاعه مقفول. راح فين يعني؟ الارض انشقت وبلعته. صباح الخير يا جنرال، انت قاعد هنا وانا بدور عليك؟ مش هتيجي تفطر معايا؟ مش عايز افطر ولا اتغدى ولا اتعشى، صدري طبي عليا. ايه اللي بيحصل ده يا رجل؟ بقى جيش الكربستاني كله مش قادر على شويه عيال زي دول؟ انت بنفسك مش قادر تفض الاعتصام ده؟ مستر ادم انا ايدي متكتفه، الجنرال رباح الحديدي امرني ان انا ما استخدمش القوه، اعمل ايه؟ يعني ايه امرك؟ ورحمه امي هو اللي رفض، انا اعمل ايه؟ خلاص خلاص خلاص، اللي حصل حصل ومش هنقدر نغيره. المهم انت جاهز ولا لا؟ اه جاهز، بس الايه سعادتك. صباح الخير يا كولونيل. صباح الخير يا سليمان، اتفضل تعال. فيش حد غريب؟
ده مستر آدم سميث، المدير الإقليمي لمؤسسة الـ AWC. أهلا مستر آدم. ميجور سليمان حافظ، قائد كتيبة الأشاوس. سليمان من أكفأ الضباط اللي عندنا في الجيش. على فكرة سليمان مسؤول عن عملية فض الاعتصام إن شاء الله. آه، أهلا بيك ميجور. أعتقد إحنا اتقابلنا قبل كده، مظبوط؟ مظبوط مستر آدم. اتفضل يا كولونيل، دي مسودة الخطاب اللي سعادتك أمرتني بإن أكتبه. خطاب إيه ده يا رشدي؟ دي محاولة من ميجور سليمان لفض عملية الاعتصام دون اللجوء لاستخدام العنف، نظرية جديدة يعني. آه، متشكرين قوي يا ميجور على محاولتك دي. تقدر تتفضل انت دلوقتي، وانا والكولونيل رشدي هندرس الورق ده كويس ونرد عليك في اسرع وقت. من فضلك مستر ادم، الورق ده انا كاتبه للكولونيل رشدي مش لسعادتك. جرى ايه يا سليمان؟ وانا ايه ومستر ادم ايه؟ احنا يا اخي كلنا بنحارب في جبهه واحده. بنحارب؟ انا اول مره اعرف ان البلد في حاله حرب يا كولونيل. امال اللي فيه البلد ده بتسميه ايه؟ مش حرب برضه؟ حرب ضد مين؟ ضد أولادنا؟ ضد شعب كربستان؟ ميجر تقدر تستخدم سليمان. سليمان الموقف متوتر، احنا مش عايزين نوتره أكتر من كده. أرجوك يا سليمان روح انت دلوقتي على بيتك، وأنا لما عوزك هبقى استدعيك. أروح بيتي؟ انت ساعدتك ناسي انك كلفتني بمهمة فضل الاعتصام وسحبت منك المهمة يا سليمان. مالكش دعوة بعملية الاعتصام دي خالص، انا اتصرفت خلاص. اتصرفت خلاص؟ بس احب افكر معاليك باللي حصل للكولونيل عاطف الله يرحمه. الجماعة دولت ما بيهزروش يا كولونيل، الناس دي ما عندهاش رحمة، ما يهمهاش غير مصلحتها وبس. ما تقلقش عليا يا سليمان، انا فاهم اللعبة كويس وفاهم هما بيعملوا ايه. ارجوك يا سليمان اتفضل انت روح على بيتك زي ما قلت لك دلوقتي. يلا يلا. ايه اللي انت هببته ده يا رشدي؟ انا عملت ايه سعادتك؟ عملت ايه؟ بقى اسافر يومين وارجع الاقيك متغير بالشكل ده؟ انت قريت اللي مكتوب في الورق ده؟ ده اعتراف رسمي منك ومن الجنرال وكل المسؤولين في البلد انكم السبب في هزيمة الجيش في الجبل الغربي. انت اتجننت يا رشدي؟ مستر ادم ارجوك، ده كان مجرد اقتراح، وبعدين انا ما كنتش لسه قريت الورق وكنت هراجعه واشوف اذا كان ممكن. ورق ايه الورق؟ اهو انسى الورق خالص انساه. والجدع اللي اسمه سليمان ده يقعد في البيت النهارده، تمضي قرار احالته للمعاش، مفهوم يا رشدي؟ ايوه، بس انا قلت للجنرال ان هو اللي مسؤول عن عملية فض الاعتصام. بقول ويتنفس من غير ولا كلمة. أمرك أمرك مستر آدم. والاعتصام؟ الاعتصام هينفض الليلة. الليلة؟ كوماندر هانز فان كروجر هو والخبر الأجانب هيوصلوا النهاردة، طائرتهم هتوصل المطار الساعة 5 بعد الظهر. 100 عنصر، الباقيين هيجوا بعد 3 أيام. 100 عنصر؟ والباقيين بقى دول يطلعوا كام؟ 400 عنصر. يعني كله على بعضه 500 عنصر. ايوه يا رشدي، كلهم على بعضهم 500 عنصر. بس يا كولونيل رشدي دول ناس محترفين، عارفين هما بيعملوا ايه بالظبط. العنصر الواحد فيهم بكتيبة كاملة من الجيش بتاعك. فهمت؟ فهمت فهمت مستر ادم. كويس انك فهمت. انا عايزك تجهز لهم وفورا مكان كويس للاقامه. طبعا حالا، انا هخلي حلمي مدير مكتبي يحجز لهم في افضل اوتيل في اربيا. اوتيل يا رشدي؟ اوتيل؟ طب احجز لهم في شقق مفروشه ولا اعمل ايه بالظبط؟ ممكن تسكت وتسمعني؟ انا عايزك تجهز لهم معسكر كويس تكون فيه الخدمات كويسه ويكون قريب من اربيا. تفضل المعسكر ده خالص من كل العساكر اللي فيه، وتعين عليه حراسة مشددة من رجالة تكون بتثق انت شخصيا فيهم. مش عايز حد يدخل المعسكر ده ولا يخرج منه الا الخبر الاجانب وانا وانت. مش عايز اي مخلوق يهاود ناحيته، فاهم يا رشدي؟ امرك امرك مستر ادم. اضطر اقوم دلوقتي اروح للجنرال اشوف وراخر هبب ايه وانا مسافر.
هنتقابل في المطار الساعة 5 بعد الظهر. عايزك تحضر عربيات للناس اللي جايين دول. أمرك أمرك مستر آدم. حورية. نعم، في إيه؟ قربنا نوصل أربية. عايزني أعمل لك إيه يعني؟ أنزل لك من العربية وأرقص؟ الحق عليا يعني إني بقول لك. كده؟ خلصت الشاي؟ كنت عايزان أعمل إيه يعني؟ ما أنا كان لازم أفضل صاحي. على العموم هنعدي على أي قهوة كده ونملة ترمس الشاي. ولا نملة ولا غيره، احنا نطلع على ميدان الثورة طوالي، احنا اتأخرنا جدا. بس فكرك هيسيبونا نخش كده من غير لقاحم ولا دستور؟ أبو العلا هنروح ونشوف، ما تقعدش تنبر لي فيها. طب ولو منعونا؟ ساعتها هنبقى نتصرف يا حبيبي. آدم آدم، بقالي يومين مش عارف أعطر فيك، أنت كنت فين؟ كنت في نيويورك سعادتك مع مستر مايكل ديفيد. آه مستر مايكل صديقي، كويس؟ سلمتلي عليه؟ أكيد طبعاً، بلغته سلامك. على فكرة هو كمان بعت لك معايا السلام. شفت اللي حصل أدم؟ شفت رجلي كان هيعمل إيه؟ أنا سمعت وعرفت بأن سعادتك اتدخلت ومنعته. كان عايز يفض الاعتصام بالقوة ويضرب ولادي بالرصاص. بعد كده وعدني إن الاعتصام هينفض والولاد هتتعب. لا الولاد تعبت ولا الاعتصام انفض. جنرال انا مش عايزك تقلق ولا تحمل هم اي حاجه بعد النهارده. ادم وصل وهيتصرف كويس قوي، واوعدك اوعدك انه في خلال ايام قليله قوي كل حاجه هتبقى تمام. ايه اتفقت مع المرتزقه؟ شوف يا جنرال، أنا مش عايزك تحمل هم أي حاجة، وزي ما قلت لك كله هيبقى تمام يا جنرال، كله هيبقى تمام التمام. عارف يا أدم، أحسن حاجة بتعجبني فيكي إنك دايما تقولي كل حاجة هتبقى تمام يا جنرال. طول ما بتسمع كلامي كل حاجة هتبقى تمام. ايه ده؟ ده في نقطة تفتيش ولا يهم. طب وبعدين؟ هتدخل اول يمين. ايه؟ هتدخل اول يمين هيقابلك. يلا اقف يا ابو الحلا اقف. اديني وقفت اهو يا ستي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنسيب العربية هنا وهندخل البلد على رجلينا بعيد عن نقطة التفتيش. فكرك هنقدر نعمل كده؟ جلال قالني ان في سكة من هنا. يلا يلا ما تخافش. يلا امسكي. ليه في ايه؟ ده مفتاح العربية، لو اتفرقنا عن بعض يا حورية ارجعي خدي العربية وارجعي المقاطعة فورا. حورية خلي بالك ما تنسيش مكان العربية. وحضرتك هسيبك هنا لوحدك؟ يا ستي ما تخافيش عليا، ده انا جن مصور هسلك في الحديد. طب يلا يلا مفيش حاجه هتحصل ان شاء الله. استحاله يا حوريه، استحاله نقدر نعدي وسط الناس دي كلها. هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالى معايا. على فين بس؟ الو. ايوه حورية، عامر. قوليلي وصلتوا بالسلامه؟ وصلنا ودخلنا البلد. يا ترى عرفتي توصلي للدكتور عصام الدين؟ الحكايه مش زي ما انت فاكر، الجيش محاصر الميدان ومنع اي حد يدخل. هتعملي ايه؟ مش عارفه لسه، لكن هوصل له باي طريقه. مفيش داعي للمجازفه، لو في اي خطوره عليكي ولا على ابو العيلة ارجعي فورا. ما تخافش يا نبو، هوصل له يعني هوصل له. خلي بالك على نفسك. ما تقلقش عليا. غصب عني، لو ما قلقتش عليك هقلق على مين؟ ربنا يسهل. باي باي.
كوماندر جروجر، اهلا بيك في كربستان. ثانك يو مستر ادم. كولونيل رشدي عبد الحفيظ افندم، قائد قوات الجيش الكربستاني. كل شيء جاهز مستر ادم؟ بالطبع كولونيل رشدي جاهز معسكر مخصوص لرجالتك في كل الخدمات اللي هتحتاجوها لحد ما تجهزوا للعمليات. انا ورجالتي دايما جاهزين. كوماندر هانز، لو تحب سيادتك توصل معايا المقر القياده تستريح شويه وتاكل لقمه، وبعدين اشرح لسيادتك الوضع بالظبط. كولونيل رشدي يا فندم، انا افضل اننا نفوت على ميدان الثوره الاول، عايز اشوف المتمردين عن قرب. مين؟ حرية؟ مش ممكن. ازيك يا بنتي؟ فينك المدة دي كلها؟ يا كم سنة دلوقتي؟ كتير قوي يا عم شكري. ابو العيلة اخويا. ما شاء الله كبر وبقى راجل اهو. ازيك يا ابو العيلة؟ ازيك انت عم شكري. المهم احكي لي، الدنيا عملت فيك ايه وانت عملت في الدنيا ايه؟ يا عم شكري ده موضوع كبير قوي، ده عايز له قعده طويله، وانا بصراحه كنت عايزك في خدمه. عيني. تعرف الدكتور عصام شوكت؟ طبعا اعرف. الدكتور عصام مع الطلبه في ميدان الثوره، والجيش قفل عليا الطريق وانا لازم اوصله ضروري. ما تعرفش طريق يوصلني ليه؟ انا اعرف طريق بنوصل من خلاله الميه والاكل للطلبه هناك، بس ده طريق صعب وخطر يا بنتي. مش مهم يا عم شكري، المهم اوصل للدكتور عصام. يبقى اعمل اتصالاتي ولما الليل يليل ربنا اليوم التالي على التوالي يستمر اعتصام الطلبة والعمال دون أن يكون هناك بادرة أمل لانحلال الأزمة. وعلى الرغم من التواجد المكثف لقوات الجيش إلا أن الوضع يبدو أنه هادئ نسبيا. ولكن إلى متى سيستمر هذا الهدوء؟ هذا ما سوف تفصح عنه الساعات المقبلة. فرانك جي ترومان من أربية كربستان. الأخبار ميجر؟ كله زي ما هو يا فندم. ده الكوماندر فان هانز كروجر، ده قائد الخبراء الأجانب اللي هيضربوا الجيش الكربستاني. اوكي مستر ادم، يلا بينا على مركز القياده. كولونيل رشدي. ميجر عبد الفتاح، انا حوصل مقر القياده، لو حصلت اي تطورات تبلغني بالامر فورا، مفهوم؟ تمام يا فندم. احنا محصرين الميدان كويس قوي، منعين دخول او خروج اي حد، منعين كمان عنهم الاكل والميه على اساس انهم لما يجوعوا ويعطشوا يتفضل الاعتصام ويروحوا على طول. بس واضح ان الاستراتيجيه بتاعتك دي يا كولونيل ما جابتش اي نتيجه. هي بس محتاجه لشويه وقت ونفس طويل يا فندم. المشكله ان كل يوم بيمر بيزود الازمه ما بيخففهاش. الميدان ده فيه مباني سكنيه؟ لا ابدا، كله مباني اداريه عباره عن مجموعه شركات وبنوك فقط لا غير. جود جود. حظر التجول بيبدا الساعه كام؟ بيبدا الساعه 8 مساء ينتهي 9 صباحا. فيري جود. ناوي علي يا هانز؟ ناوي أنفذ المهمة. بعد 4 ساعات رجالتي يكونوا جاهزين، الساعة 10 بالظبط هنتحرك.
بس انا ليا طلبات عندك كولونيل رشدي. اؤمر كوماندر هانز. عايز رجالتك ينسحبوا من الميدان خالص، وقبل ما ينسحبوا يفضوه. مش عايز اشوف مراسلين صحفيين اجانب ولا مصور تلفزيوني بالذات. مش عايز اشم ريحة كاميرا فيديو واحدة. ايوه بس انتوا عارفين ان الصحفيين دول مضين وبالف لسان، فاكرين نفسهم بيمثلوا الرأي العام العالمي. لو احنا عملنا معاهم كده ممكن يسببوا لنا مشاكل. تحب يسببوا لك مشاكل ولا تفضل يقدموك لمحكمة العدل الدولية في لاهاي؟ محكمة العدل الدولية في لاهاي؟ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ضد الإنسانية؟ ليه انت ناوي تعمل ايه كوماندر هانز؟ ناوي انفذ اللي انتوا طلبتوه مني، واللي جيت أربية مخصوص عشان انفذه، اني افض الاعتصام واقضى على التمرد وحافظ على النظام الحاكم. مش هو ده اللي انتوا عاوزينه؟ ايوه بس مستر ادم، ما انت عارف جنرال الحديدي مانع ضرب النار، رافض يكون في اي ضحايا. سؤال وعايز منك اجابه محدده عليه يا كولونيل، انت معانا ولا مع جنرال الحديدي؟ ها؟ انا معاكم طبعا، معاك يا مستر ادم. خلاص يبقى تسمع الكلام وتنفذ الاوامر الصادره ليك، وتسيب كوماندر هانز يشوف شغلك. من يتواجد خارج المنزل أو في الشارع سوف يتعرض لإطلاق النار فورا. تحذير أخير، تحذير أخير، حظر التجوال يبدأ في تمام الثامنة مساء. كل من يتواجد خارج المنزل أو في الشارع سوف يتعرض لإطلاق النار فورا. دول يا عم شكر، دول عايزين يقابلوا الدكتور عصام ضروري. انت تعرفهم؟ طبعا اعرفهم. تعالوا معايا. يا شباب جاهزين؟ جاهزين. يلا ايه هنخش ازاي؟ الجيش محاصر المكان. ما تقلقيش احنا لينا طرقنا الخاصة. يلا أكلي خلص والمية خلصت. زمانهم جايين. هم وصلوا يا دكتور. عفرم عليك يا رأفت، جيت في وقتك. وزعوا الأكل والمية لكل الناس. في ناس جايين معايا مخصوص عشان يقضوا. ناس مين؟ حضرتك دكتور عصام؟ أيوة. أنا مندوبة السيد عامر، قائد منظمة النسر الأحمر، وكمان قائد الثورة في الجبل الغربي. عامر ده مش هو اللي انتصر على الكولونيل رشدي وهزم قواته من كام يوم؟ أيوة. هو بالظبط. يا أهلا وسهلا، ده شرف كبير لي أني أقابل ثوار حقيقيين من رجالة القائد عامر. الشرف لينا إحنا دكتور عصام. على فكرة عامر ده مش قائد الثورة في الجبل الغربي وبس، ده بقى زعيم شعبي والكل بيهتف باسمه بكل أنحاء كربستان. ياريت لما تشوفيه تبلغي تحياتي. وليه نستنى لغاية لما أشوفه؟ أنا هطلبه لحضرتك وتبلغه سلامك بنفسك. ألو. أيوة حرية طمنيني عليك، عملتي إيه؟ كل خير، في حد معايا عايز يكلمك بنفسه. ألو سيد عامر؟
ايوه انا. مين معايا؟ انا الدكتور عصام، عصام الدين شوكت. دكتور عصام، ده شرف كبير قوي ان اسمع صوتك. الشرف لي انا يا سيد عمر ان اكلم زعيم وطني زيك. يا دكتور عصام انت بتقول ايه؟ بقول الحقيقه يا سيد عمر، انت اسمك النهارده على كل لسان في كل انحاء كربستان. انا ما عملتش حاجه. انا انت مثل اعلى، مثل يحتذى به. انت بطل يا سيد، بطل وطني اصيل. يا دكتور عصام انا الحقيقه مش عارف اقولك ايه. ما تقولش يا سيد عامر، اعمالك هي اللي بتقول وانا تحت امرك طلباتك. انا بعتلك الانسه حوريه عشان ننسق جهودنا سوا عشان نحرر البلد قبل ما يوقعوا اتفاقيه الاي دبليو سي والبلد تتباع للاغراب. هو ده هدفنا بالظبط، وعشان كده عملنا الاعتصام. احنا بنأيدكم في كل اللي بتعملوه، ولو سمحت تقولي دلوقتي ايه اللي انتم محتاجينه عشان نساعدكم بيه. أكبر مساعدة تقدروا تعملوها إنكم تستمروا في اللي أنتم بتعملوه، تحرروا البلد. خلونا نحس إن البلد دي هي بلدنا فعلا، مش إن احنا مجرد ضيوف فيها. رجعوا البلد بخيرها لشعبها. أوعدك، أوعدك إن كل ده هيحصل. وأنا أشكرك يا سيد عامر، أشكرك من كل قلبي. اسمع أنا خارج، لو أي حد سأل عليا أنت ما تعرفش أنا فين. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. كارلو، ممكن اعرف انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ عايزني اعمل ايه يعني؟ تصور زي الباقيين ما بيصوروا. اولا انا جعان وما بعرفش اصور الا لما اكل. ثانيا المكان اللي انا صورت فيه فجأة حل كل المصورين ولقيتهم كلهم فوق دماغي، فما كانش قدامي غير حلين، يا اما اخد بعضي وامشي يا اما اتخانق معاهم. وبما اني لما بتخانق بنضرب، قلت اقصر الشر وامشي. كارلو، ما بصراحه بقى يعني انا صورت كل حاجه هنا، هو نفسي كده في مكان عالي اصور فيه شويه توتالات، اصور فيه يعني حاجات فله كده، مناظر. مكان عالي ايه بتفكر في ايه؟ مش محتاج لمكان عالي. اي ايه رايك في ده؟ انا قلبي كان حاسس. انت عارف ايه ده؟ ده البنك الكربستاني المركزي. عايزنا نقتحم البنك الكربستاني المركزي يا فرانك.